اتصالي مع إلهام شاهين كان سببه أن هي اتصلت بتلفزيون العهر لتقدم لهم التهاني والتبريكات بدخول الجيش العربي السوري أبو شحاطة إلى حلب. طبعا هي تبارك لبشار قتله للشعب السوري، تهجيره، تبارك لحسن نصر الله، تبارك لإيران، تبارك لروسيا، لأنه هن طبعا الشياطين كلهم يجتمعوا في مكان واحد. أنا بس بدي حيي تحية كل أحرار الشعب المصري، الأحرار بكل العالم موجودين. إلهام شاهين لا تمثل إلا نفسها، تمثل رئيسة اللي هو داعم لبشار الأسد السيسي. ونحن بنقول لك أحرار الثورة السورية بيقولوا لك طز عليكي وعلى بشار وعلى السيسي تبعك. وإن شاء الله بإذن الله كل إنسان واقف مع بشار الأسد الله بينتقم منه عما قريب، وأنت سيكون انتقام رب العالمين منك كبير جدا بإذن الله. تحية لأحرار مصر، وتحية لكل إنسان حر يقف مع الثورة السورية في هذا العالم. ألو؟ ألو، مرحبا مدام. مرحبا، كيفك حبيبتي؟ مين؟ معاكي شام اف ام حبيبتي من سوريا. أهلا وسهلا، أهلا بيكي مدام إلهام شاهين. أيوه، صباح، هقول لك صباح الخير، هقول لك مساء الخير. مساء الخير. احنا عندنا برنامج صباحي، كنا عايزين نستضيفك فيه، بس ممكن نسجل معاكي دلوقتي ونذيعه على اساس صباحي عشان ما نصحكيش بدري، ممكن؟ لا صحيلي عادة، لان انا قاعده عند جوب دلوقتي عند ناس، انا بس طب ماشي طب ماشي لا طب ماشي بكره صباحا. طب انا بس بدري، مفيش مشكله. طب اي ساعه ممكن مناسب ليك يا فندم؟ حبيبتي ايوه اتكلمي. احنا عايزينك عشان موضوع انتصارات حلب. اوكي، هبارك لكم طبعا ومبسوطه جدا طبعا. انا سمعت الاتصال بتاعك او التبريك بتاعك، فاحنا قلنا ناخذها فرصه وناخذك معانا صباحا على برنامج شام اف ام. اوكي تمام، الساعه 10 صباحا ينفع يا مدام؟ كويس قوي. طب دلوقتي هتقولي لي انا مبروك؟ طب انا كمان لازم تباركي لي، يعني انا فرحانه جدا. ميرسي يا حبيبتي، الف مبروك عليكم. الله يخليكي، حلب رجعت لنا وارضنا رجعت لنا. هقول لك على حاجه يا مدام. الف مبروك يا مدام الهام. مدام الهام ربنا يخليكي، بس هقول لك تحيه خاصه ليكي. هقول لك الله يخرب بيتك على بيت بشار، على بيت اللي بيخلفوكي يا بنت 60 كلب، على بيت السيسي بتاعك يا وسخه يا معفنه يا حقيره يا حقيرة. بتبركي قتل الشعب السوري يا وطية يا زفلة؟ بتبركي للشعب السوري قتله؟ يا حقيرة يا زفلة يا وطية، شو عشرفك؟ سكبتي هلا يا إلهام، ما هيك؟ ما تذكرتيني يا وطية. يلا تفضلي، شو اللي بتحكي؟ عم تباركي قتل الشعب السوري؟ وبشار جسمته على راسك. يلعن ابوكي على ابو بشار الاسد، يلعن. والله لنزل لك اياها يا بنت الكلب. شتمتني، سمعتوا؟ الهام الهام الهام، روحي جتك خيبه يا وسخه، يلعنك ويلعن بشار، تفوع شرفك. والله حيبرد قلبه للناس بهالاتصال يا كلبه يا حقيره. انا بحب بشار، تضربي انت وبشار والسيسي تبعك. والله يسلم فمك يا اختي، يسلم فمك. اكرت على اللي بيرتاح، احنا ثاني نديرو كيما هي. شتو وحده؟ ها عيطت لها، استعرب بيها. عملك انسان، عملك نظام، نظام هادوما ماشي اللي فاملات. هادي كي تنجحهم حاجة يهضروا. ها نسيت باللي السيسي اليهودي هذاك ضرب حتى كره هو ثاني. وي والله غلقيت هاد لا فيديو، لقيتها هكذا، كنت نحوس على الوسمو تاع داك النهار ولقيتها، قلت والله غنسجلها. هاي ليكم وحده، وفيقوا يا جزيريين، فيقوا.